في قطاع غزة، ورغم الظروف المعيشية الصعبة، إلا أن موائد إفطار الغزيين لا تزال تحافظ على تواجد الأكلات الشعبية عليها، والتي يعتبرها الغزيون من أبرز ملامح شهر رمضان المبارك. الأسواق في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، يحرص التجار على تزيين محلهم التجارية لتسويق بضاعتهم على المواطنين الصائمين. فعلى الرغم من الأوضاع المعيشية الصعبة للغزيين، إلا أن شهر الصيام بالنسبة لهم شهر خير وبركة. رغم الظروف الصعبة بنعيش جو رمضان وبنفرح ونفرح الأولاد الصغار من صلة الرحم ونتعايش يعني كويس في رمضان كمان. الفول صلي على الرسول يا معلم. الأكلات الشعبية في رمضان ضيف دائم على مائدة إفطار الصائمين في غزة، مائدة لا تخلو من الحمص والفلافل والمخللات التي يقبل الناس على شرائها بكميات كبيرة. عرق السوس والخروب مشروبات أساسية كذلك، حيث تعتبر جزءاً من التقاليد الرمضانية. صحن الحمص هذا أول شيء تراثنا، بعدين هذا للفقير وللغني بتقدم صحن الحمص. فيعني كل إنسان فقير وغني بيحطوا من التراث، لو في طابخ فول لو إيش مكان طابخ لازم يحط صحن الحمص، ليش؟ خفيف على المعدة، بتصحروا فيه الناس. أكيد أنا بفضل طبق الفلافل على السحور لأنه جدا مريح وجدا إنه في قيمة أيضا غذائية، ولأنه يعني عنده قابلية إنه يفتح نفس الإنسان إنه يأكل أكثر كمية من أي شيء تاني. إقبال على العصائر في شهر رمضان كتير، يعني لأنه العصير عندك الخروب والكركديه والسوس والمانجا كله طبيعي. للفلسطينيين عادات وتقاليد يشتركون فيها مع العرب وحتى المسلمين في هذا الشهر الفضيل، لكن لهم أيضا طقوسهم الخاصة التي تميزهم عن غيرهم. الحلويات بأنواعها الكثيرة كالقطايف عادة يرتبط تناولها بالشهر المبارك وسمة لازمتهم منذ أمد. هذه عادة، في ناس على عند الفطرة بعرفش يقعد على المائدة تحت الأكل إلا ما يكون عنده طبق القطايف جاهز، بحس حاله إنه عايش هو في رمضان وبحس حاله إنه يعني مرتاح لشهر رمضان. القطايف من أيام القدامى، يعني من أهلنا القدامى، إنهم مطلوبة ومعروفة إنه في شهر رمضان مطلوب في القطايف زي المصحراتي، يعني له أجواء زي فانوس رمضان. فرمضان مميز بحاجات يعني وخاصة القطايف. لشهر رمضان مكانة خاصة في تراث وتاريخ المسلمين، شهر اختصه الله بفضائل عظيمة ومكارم جليلة، فهو كنز المتقين. شهر رمضان لدى الغزيين يعد عنوانا للفرح، فرغم المآسي التي تحيط سكان قطاع غزة إلا أنهم يعتبرونه ضيفا عزيز لابد أن يستقبل بالترحاب والرحمة. غادة خالد لتلفزيون الكوت قطاع غزة.